الفيديو ده لو جاب 3000 لايك هختار واحد من الكومنتات واديه له 2 كيلو كنافه و2 كيلو قطايف هديه. ده عم محمد من اقدم الناس اللي بتعمل الكنافه في الشرقيه. اهلا بيكم في خيمه رمضان، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ونورتونا وشرفتونا، وكل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي موجودين في خيمه رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ودلوقتي هوريكم ازاي الكنافه والقطايف بيتعملوا. احنا طبعا قبل ما يبدا رمضان بحوالي مثلا 15 يوم بنبدا بقى نجهز، نروح نتفق مع الفراشه، بنجهز الدقيق بتاعنا، بنجهز العجانه، بنجهز المعدات اللي بنشتغل بها، الاكواز اللي بنرش بيها، اللي كل حاجه بنستعملها في الخيمه بنجهزها قبلها ب 15 يوم. الخيمه بتاعت رمضان بينصبوها قبل رمضان بثلاث ايام، وبيبداوا ان هم يعملوا مجموعه من التجهيزات، فمثلا بيعملوا الفرن ده، والفرن ده هو المسؤول عن تسويه الكنافه، كمان بيعملوا الفرن اللي ورا ده، وده مسؤول عن تسويه القطايف، وبيعلقوا الزينه وبيجيبوا الفراشه علشان تبقى الخيمه زي ما انتم شايفين. وطبعا احنا هنا بقى بنعمل الكنافه البلدي والقطايف، وبنعمل رقاق بلدي. طبعا بيبقى في اقبال عليه برضو زي القطايف وزي الكنافه. من الحاجات التقليديه الموجوده هنا في الخيمه الفرن ده، والفرن ده هو اللي بيسووا عليه الكنافه. وبيتكون ازاي؟ بيعملوا صفوف من الطوب ويغطوها بالاسمنت، انما ايام زمان كانوا بيغطوها بالطين، وبعد كده بيحطوا الشعله، وفي الاعلى زي ما انتم شايفين كده صينيه النحاس الاحمر اللي بيحطوا عليها العجينه بتاعه الكنافه علشان بعد كده تستوي. واحنا بنظبط النار بعد كده ايه بايدينا، طبعا بنبقى واخدين بالنا لان النار تطفي علشان ما تحرقش الكنافه. ودلوقتي هعرفكم على المكونات اللي بيتعمل منها عجين الكنافه والقطايف. مكونات عجينه الكنافه بتتكون من دقيق وميه وملح، وعلى حسب الكميه يعني بنحط الملح وكده، بنحط لها طرف صغير كده على حسب الكميه لو بستله زي كده. الكنافه البلدي بتترش غير الكنافه الآلي، الكنافه الآلي بتترش على مكنه، الكنافه البلدي بتترش يدوي. شغل بلدي من شغل زمان. وطبعا مش اي حد بيقف على الفرن ده ويسوي الكنافه، محمد هو اللي بيعمل الكنافه هنا وبيشيلها قبل ما تتحمر او تتحرق علشان الناس تعجبها الكنافه بتاعته. الفرق بين الكنافه البلدي والكنافه الآلي ان دي بتتعمل تخينه، ودي عجينتها زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه عجينتها تختلف عن عجينه الآلي وعن عجينه القطايف. اللي هي بالنسبه مثلا ان دي كده شغل زمان، شغل يدوي، شغل القديم. تعالوا نجرب دلوقتي نرش عجين الكنافه على الصينيه. انا هجربه بنفسي بقى اشوف هنجح ولا لا. بسم الله. وطي ايدك، وطي ايدك. تقريبا دي هتبقى افشل كنافه في التاريخ. هي بتنزلش ليه؟ هي يا جماعه انا كنت اقصد انها تبقى كنافه بس ربنا ما وفقنيش، يعني اعمل ايه. في اراء كتير عن بدايه ظهور الكنافه، ومنها ان معاويه بن ابي سفيان كان بيشعر بالجوع اثناء الصيام واشتكى لطبيبه من الجوع ده، فوصف له الكنافه واللي ساعدته علشان يصوم من غير ما يجوع، ومن بعدها ارتبط اسم الكنافه باسم معاويه لدرجه انها بقت معروفه بكنافه معاويه. الناس طبعا بتاخد دي تعملها صواني، وفي اللي بيعملها رول، وفي اللي بيعوزها شبك عشان بياكلها بالجبنه وكده، ما بياكلهاش صواني. تعالوا نتعرف على اغرب نوع للحشوه سمعوا عنها بيحطوها في القطايف او الكنافه، وايه الاستخدامات المختلفه والانواع المختلفه للكنافه. في ناس بتحشيها مانجا، وفي ناس بتحشيها فواكه، وفي ناس الكنافه دي ممكن نعملها خضراء، بنعملها بنكهه التفاح. بس هو المتبع السوداني والزبيب وجوز الهند. الفرن اللي انا واقف قدامه ده الفرن بتاع تسويه القطايف، وهتلاحظوا ان هو بيعمل نوعين، نوع صغير ونوع كبير على حسب الشخص اللي هيجي يطلب. في ناس بتطلب الحجم الكبير على حسب الحشوه اللي هم هيحشوها، وناس بتطلب الحجم الصغير. القطايف مثلا بتحشي زبيب وجوز الهند ومكسرات من دي، في ناس بتحشيها مثلا الكاجو والفستق واللوز وعين الجمل والكلام ده، في ناس بتحشيها زي السوريين مثلا بيحشوها قشطه، في ناس بتحشيها جبنه كده، يعني بتختلف من واحد للتاني يعني. لكن في رأي تاني، وهو ان المعز لدين الله الفاطمي لما جه لمصر الناس استقبلوه بالحلويات، واللي كان من ضمنها الكنافة، واتنقلت الكنافة من مصر للشام بعد كده عن طريق التجار. عجينة القطايف بينضاف ليها بودر وفانيليا، وبتحط لها خميرة فورية وخميرة بيرة، انما الكنافة دي ومية بس، عشان لو حطيت لها الكلام دوت على الصينية مش هتطلع، هتلزق. بما اننا فشلنا في تجربه عمل الكنافه، فاحنا دلوقتي جايين نجرب نعمل قطايف. بنكيب كده، نحط اتنين، ادي واحد وادي التاني، كفايه عشان ايه نعمل الحجم
هو احنا هنسميه حجم الخيميائي عشان هو لا هيبقى كبير ولا هيبقى صغير، هيبقى حاجة معجزة تقريبا. بس كفاية كده عشان ما تفرش مننا. بس وادي الثانية ده الحجم الكبير. بس نجرب بقى نعمل الحجم الصغير. اسمها عصافيري بقى. هي دي عصافيري بس صغيرة شوية. لا كبر سينا. ودي عصافيري اكبر شوية. ودي اخر حاجة. دي بقى وسط ما بين العصافيري وما بين الكبيرة. وبعد دي نحطها هنا. هات لي بقى كده. بنتقل عليها شوية لغاية لما ايه تبدأ ان هي تستوي. احنا قاعدين. بتقعد تقريبا وقت قدين؟ مجرد ما هي بتبدأ ان هي لونها بدل ما هي لونها ابيض كده بتبدأ تطلع بكابيك كده وتصفر. وبنشوفها على الشكل الاسفنجي بقى بتاع القطايف اللي هتبقى جاهزة ان احنا نروح نحشيها. ده الحجم الكبير. اكبر من دي كمان. دي سندوتشات. دي بقى مش كنافة. والله هي دي استوت تقريبا. كل واحدة بتقعد دقيقة مثلا صح؟ لسه شوية. هشيلها ولا لسه برضو؟ مجرد ما تبقى شبه دي كده هنبدأ ان احنا ايه نطلعها. طبعا بتبقى متحمره من الظهر اللي هو لازق في الصاج ده، والوش هنا بيبقى ابيض زي ما انتم شايفين، وهو ده اللي بيتحشي بقى كده. نجرب كده نشيل. فنان يا جماعه. دي بقى كنافه الخيميائي، قصدي قطايف الخيميائي. شايفين؟ برافو عليك. الله. انا شغال في الشغلانه دي بقى لي دقيقتين. وبعد ما نحطها كده بقى بنبدا ان احنا نفردها علشان تهدى شويه، وبعد كده نبيع منها بقى. برافو عليك. بس بنبدا بقى نشتغل بعد كده يوميا بقى من اول يوم رمضان لغايه مثلا 25 رمضان. الفيديو ده لو جاب 3000 لايك هختار واحد من الكومنتات واديه له 2 كيلو كنافه و2 كيلو قطايف هديه. سلام. لا لا بس انت ما تقوليش ان انا لازم ابطئ. بص لا مش لازم تبطئ، هي برضو عمرك يعني عمري ما اجيبها صح. انا بعلم الناس كل يوم وما اعرفش.